السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رجعت لكم بفيديو كتير ظريف بالنسبة لموضوع الصوتيات، بيحكي عن المونتاج تبع الصوتيات. يلي حابب يعمل مونتاج للصوت، أو إذا عنده فيديو حابب يحوله بس صوت، أو حابب تضيف إضافات معينة على الفيديو عندك، من أصوات، من ضحكات، من تغيير صوت، من أي شيء بدك إياه، بإمكانك تعمل بهالبرنامج. البرنامج كتير ظريف بصراحة، وفي شغلات كتير 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 حلوة، فأنا رح أشرح عنه هلأ. مو كل شيء، رح أشرح لكم مقتطفات وأنتوا بقى بتتعمقوا أكتر فيه، لأنه إذا بدي أشرح كتير بيطول الفيديو، أنا ما بيطول الفيديو، تمام؟ فمثل العادة الله يخليكم، اشتركوا بالقناة يلي ما مشترك بالقناة، واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو إذا حبيتوا الموضوع. يعني بصراحة ما فيني يعني لكم غير إني والله عم بتعب على الفيديوهات، وعم بشتغل عليها وعم ساويها وعم زبطها، تمام؟ فلا تضيعونا تعبنا يعني، وخلونا نحاول نستمر. يعني أكيد الكل حابب إنه يعمل قناة ويشتغل عليها والله يكرمه فيها، تمام؟ فكلياتنا يعني لازم ندعم بعض ونساعد بعض، تمام؟ فهلا خلينا نشوف الفيديو ويلا خلينا نبلش. عنا هذا البرنامج هو اسمه أوديو لاب، تمام؟ هذا البرنامج فوت عليه. طبعا هو في بس كميزة شوي غليظة بس عادية يعني ما كتير مزعجة، انه في اعلانات، تمام؟ يعني بدهم يطلعوا حق البرنامج هني كمان الجماعة، فطبيعي الموضوع يعني، تمام؟ هلا نحن شوفوا شو هي اللائحة اللي طلعت عنا. عنا خفض الصوت، خلط الصوت، محرر العلامات، دمج الصوت، تسجيل صوت، تحويل الصوت، يعني في كتير شغلات، يعني عن جد برنامج حلو كتير. طبعا في شغلات ميزات فيه اللي هي مثلا مكتوب عليها برو برو برو، هذول مكتوب عليهم برو، هذول بدك تشتريهم شري، تمام؟ انت اذا بتستعملهم بتفوت تشتريهم بمبلغ معين، بيورو 2 يورو ما بعرف اللي هو يعني، تمام؟ بس في كتير شغلات مجانية. لنفترض مثلا هاي لقص الصوت معروف، تكبس عليها بتفوت، انت اذا عندك صوت بدك تقصه مثلا، شايفين هاي هون، انت بتحدد من وين لوين بدك تقص الصوت. مثلا انا حاطط هذا الصوت، اسمعوا مثلا، مثلا بدي قص الصوت انا من هون لهون، فبعمل له انه عندي هون القص بقصه، تمام؟ شوفي عنا كمان مثلا بدك تحذف هذا المكان من هون لهون، هلا محدد، شايفين الاخضر اللي محدد، بدنا نحذفه، بتحط عليه حذف يحذف لك، يا حذفه، شايفين؟ كمل من بعد الفيديو بعد. انت مثلا خربطت، انا بدي اياه للصوت، برجع بدي ارجع، بتكبس على هي اللي فوق، رجع لك يا الصوت طبيعي، تمام؟ بدك تعمل له كتم لهذا المكان، بدك تعمل له كتم بعدين يرجع يبلش من هون، تعمل له كتم من هون، تمام؟ بدك تعمل له تكرار، انه يتكرر بالفيديو كتير، يتكرر الصوت، تكبس على هي. اخر شيء بس تخلص تعمل له الشغلات اللي بدك اياها، بتعمل له حفظ هون. هلا احنا حنرجع، تمام؟ نرجع لورا. خلط الصوت هون بتفوت كمان، في عندك شغله انه اذا بدك هون، هي ميزه حلوه بصراحه. هون لنفترض مثلا انا عندي هذا الصوت اللي نزلته اول شيء، اسمعوه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم ولكم جزيل الشكر. لا تنسوا تشتركوا بالقناه ولكم جزيل الشكر، تمام؟ مثلا انا هذا الصوت ضفته، تمام؟ بدي اضيف عليه هلا مثلا موسيقى، بكبس على اشاره الزائد، بدي اضيف عليه مثلا هاي الموسيقى، تمام؟ هلا انا انضافت، بعطيه موافق بينضاف الصوت، تمام؟ برجع اذا حابب انه انا كمان ضيف عليهم صوت ثالث، كمان بكبس اشاره زائد هون، حنضيف اي شيء ثاني غيره، هاي مثلا، شايفين؟ نقول له موافق. هلا انضافوا عنا ثلاث اصوات، بدنا نضيف صوت رابع، بكبس على الاشاره هون، خلينا نضيف اي صوت رابع، تمام؟ اوكي. هلا اسمعوا كيف بيصير الصوت كله اللي نزلته من اول لاخر، اسمعوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم ولكم جزيل الشكر. سمعتوا؟ الثلاث اصوات انضافوا مع بعض. خليني بس امحي وحده، وبدي بدخل صوت يكون ضايج مشان تشوف الفرق. نرجع نكبس هون، بدنا نحط موسيقى ضايجه، تمام؟ هي ضايجه، مشان تشوف الفرق. انا هلا اسمعوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم ولكم جزيل الشكر. سمعتوا؟
يعني ضاف الصوت اللي أنا عم بحكي وضاف الموسيقى الثانية هيدا ضفتها وضاف الموسيقى الثالثة والموسيقى الرابعة. طبعا أنتوا شو عندكم أصواتكم ضيفوها أنتوا هي بتضبطوها أنتوا على كيفكم. تمام ما بدي طول بالشرح كتير مشان ما تملوا بالفيديو. هنرجع هلا شو في عنا دمج الصوت. إذا أنت بدك تدمج صوتين مع بعض كمان كمان هي بتفوت تدمج هون صوتين مع بعض. شو في عنا كمان محرر العلامات. شو هي محرر العلامات هاي إذا بدك تسمي الفيديو أنت شو بدك تسميه مركز اقتصادي وقصص هي تحط شو بدك تسميه للفيديو اسم فنان معين اسم البوم معين السنة نوع شو نوع يعني أنت بتسمي ملف الصوت كيف ما بدك تسميه شو لغته عربي مع عربي هيك شغلات يعني. بنرجع تسجيل الصوت معروف إذا أنت بدك تفوت بدك تسجل صوت بتسجل صوت أنا ما راح أقول موافق لا تمام. تحويل الصوت تحويل الصوت هي بظن انه لنشوف شو هي تمام هي تحويل الصوت اذا انت مثلا عندك ملف ام 3 تمام بدك تحمله بدك تحوله لهالصيغ الموجوده هون ال AAC VAVA MB4 انت شو بدك تحوله بتحوله لهذا الصوت اللي بدك تحوله تمام تحويل اصوات يعني. شوفي عنا عكس الاتجاه عكس الاتجاه يعني انا هذا الصوت مسجله مثلا انه قايل لكم انه مرحبا كيفكم لا تنسوا تشتركوا بالقناه انا بدي اياه يبلش بالعكس من عند قناه وانتوا راح اسمعوا كيف بيصير هلا اسمعوا ابو شري زي ما قال ضفنا على قوه شو مثال عكس المحادثه كلها يعني قال بالعكس يعني كل شيء بيعكسه اذا عم تحكي نظامي بيعكسه بيبلش من الاخير وهو راجع تمام اي ميزه كمان حلوه اللي هو اسمها لك اسمها عكس اتجاه الصوت. تقسيم الصوت هون زي وقت تقسمه انت للصوت كمان تمام انا عم بحكي باختصار لانه ما بدي طول الفيديو مشان ما تقولوا انه عم يطول الفيديو وبدي اكل لا فهي في عنا هي حلوه اللي هي اضافه سباكس مثلا حنفوت على الصوت تمام انا عم يعمل له معالجه ثواني بس تمام هلا اسمعوا وتشغل الصوت انا بينضاف عليه اصوات اسمع لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم جزيل الشكر سمعتوا يعني ضفت عليه اسمعوا شلون صار هلا لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم جزيل الشكر يعني انتوا اذا بدكم تضيفوا اي صوت من الاصوات بامكانكم انتوا تضيفوا هلا انا حذف راح احذف هاي كمان حذف كمان حذف كمان حذف شايفين هاي الاصوات كلها هون صوت انفجار صوت ضحك ضحكة شر شو هي ضحكة نسمع هاي شو هاي سمعتوا تمام شوفي عنا فشل سقوط شو هاي لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر سمعتوا بندقية حلو شايفين يعني هاي ميزة كتير حلوة نبض القلب نسمع نبض القلب اشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر حلو شايفين يعني بتضيفوا الأصوات انتوا اللي بدكم يعني عرفتوا شو الفكرة تمام نرجع هلا هاي الميزة اللي قلت لكم عليها اسمها ليكا اسمها إضافة سفاكس حلوة الصوت المغير شو هاي الصوت المغير اي كمان هي حلوه الصوت المغير هي انه انت مثلا انا عم بحكي له بصوت طبيعي بدي انا غير صوتي ساوي مثل هذا مثلا اسمعوا هلا لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم شكرا تمام نمحي بدي بطيء صوت بطيء مثلا اسمعوا لا تنسوا تشتركوا بالقناه من تمام شو سريع لا تنسوا تشتركوا بالقناه من فضلكم شكرا تمام شو في عنا كمان هي سريع وبطيء بس شو ما بعرف شو هي بنجرب لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر تمام هي انه سريع وبطيء مع بعض ببطئ وسريع ببطئ وبسرع تمام صدى اسمعوا الصدى لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر حلوة والله عجبتني هي نرجع نعيدها اسمعوا
لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. شايفين الصوت حلو والله، الصدى تبع الصدى هذا ظريف. تمام يعني هي شايفين كمان انتم بتضيفوا شو ما بدكم، صوت انثى صوت ذكر، هاي شوف شو هذا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. اي صوت انثى. لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. بصراحة هاي ما كتير ناجحة تبع صوت الذكر والانثى، مو ناجحة معهم، بس انه شايفين يعني هاي الصوت. فهي روبوت مثلا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. سمعتوا؟ يعني هاي كمان حكينا انه بتضيفوا اصوات انتو بدكم اياها، تمام؟ يعني عندكم بالبرنامج هدول ميزتين حلوة، اللي هن اضافة سفاكس، والتاني هي صوت التغيير، يعني هي طبعا تغيير الصوت، بس انه صوت هيك كاتبينه صوت المغير، تمام؟ شوفي عنا فيديو بالصوت، هذا هي ميزة حلوة كمان. هي مثلا عنا هون احنا نفترض عنا هذا الفيديو، تمام؟ هذا الفيديو اذا انت حابب انك تسحب الصوت من الفيديو، تمام؟ فانت بتحدد الشيء اللي بدك اياه، شو الصيغه اللي بدك اياها، ام بي 3 اللي بدك اياه، تمام، وبتعمل له هون تحويل، انت بقوم بيحول لك اياه على صوت، بس صوت بدون فيديو، تسحبه صوت، تمام. حلو كمان هي اللي هي فيديو بالصوت. شوفي عندنا كمان تحويل النص الى كلام، اذا كان عندك فيديو حاطط انت مسجل صوت وبدك تحوله من يحول لك اياه لكلام كتابه، تمام، لكتابه بيسوي لك اياه. تأثير كاريوكي معي، تطبيع الصوت. لا تنسوا تشتركوا كمان هون، تعديلات فيك تعدل الصوت كيف ما بدك تعدله انت، تمام. انا ما راح اشرح لكم كل شيء مشان ما نمل يعني، تمام، بس انتم بتفوتوا عليه برنامج فيه كتير شغلات، يعني فيه كتير شغلات، مزيد الصمت وما مزيد الصمت، مزيد الضوضاء، هذا هي حلوة. إذا اسمعوا مثلا نفترض عنا هاي الغنية، أنت بإمكانك تعدل الصوت كيف ما بدك، يعني أنت مثلا حابب اسمعوا هلا شوف كيف يصير، تمام. لا تقولوا له موافق، قولوا له معاينة مشان تسمعوا كيف عمل الصوت هو. هلا بيعطيك شال الضجيج من الفيديو، تمام. رح اورجيكم وحده ثانيه بتبقى اوضح من هاي، شو كانت؟ ازاله الضجيج المندفع، ازاله المقطوعه، نشوف هاي شو. شايفين كيف اختلف الصوت؟ نرجع نعدل هاي معاين. شايفين؟ يعني عم يختلف، انتو الصوت بتعدلوا هون تعديل الاصوات، شو بتكون تعدلوا بتعدلوا هون، تمام. ازالة التشويش، شو هاي، شايفين اختلف الصوت، ما عاد في صبا، تمام. فهي الميزة كمان حلوة، اذا انتم مثلا نفترض مسجلين تسجيل صوت او مسجلين فيديو وفي ضجيج، فانتم بتكون تقيموه مثلا او تزيدوا الضجيج او كذا، هون هي الميزة كمان حلوة فيكم تفوتوا وتساووها، اللي هي مزيل الضوضاء، تمام. تأثيرات صوتية، شوف شو هاد. لا تنسوا تشتركوا توسيع الستيريو، صبا، شو هاي كمان نسمع. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، جزيل الشكر لكم، جزيل الشكر. شايفين عم يعمل صبا كمان هون، هي في ظريفة، يوم تفوتوا بتعدلوا كيف ما بدكم انتو الترتيبات. نشوف هاي شو هاي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. تمام الصوت صار عم يرجف، عمله عم يرجف.
تمام. هي كمان هون في ميزة حلوة. شو عنا؟ معالجة القناة، هالأمور يعني شايفين مثل ما شايفين انتو البرنامج بقلبه شغلات كتيرة. انا ما راح اشرح لكم كل شيء عنه، بس شرحت لكم هلأ الشغلات اللي فيه هيك حلوة وظريفة استفادوا منها كتير يعني. تمام. هذا كان الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع، ان شاء الله اكون وصلت الشرح بطريقة سلسة وسهلة. وبتشكركم، ومثل ما حكيت لكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا بتريدوا، وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو اذا عجبكم. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.